بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نداءهم. إياكم الله وأني الكرام من أرضي فدك الصغرى. يسأل السائل عن أم الحكم، من هي؟ الجواب على هذا السؤال: نحن نلعن هذه المرأة في دبر كل صلاة، وذلك امتثالا لما ورد عن سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه كان يلعن في دبر كل صلاة أربعة من الرجال وأربعة من النساء: أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. أم الحكم هي أخت معاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليهما، وغير معلوم على وجه التحديد صنيع هذه المرأة والجرائم اللي ارتكبتها، يعني ما وصلنا أخواني شيء خاص في شأن هذه المرأة، ولكن بمجرد صدور اللعن من الإمام المعصوم هذا دليل كافي أن هذه المرأة منافقة ومن أهل النار. هذا باختصار ما روي في شأن هذه المرأة الخبيثة. جزاكم الله خير أخواني، أي واحد عنده سؤال، أي واحد عنده استفسار يكتبه في التعليقات، وإن شاء الله نجاوب على أسئلتكم.